ديفيد مادن محلل أسواق في إكويتي جروب ينضم إلينا. أهلا بك ديفيد معنا. وهل اقتربنا من الباريتي اليوم لليورو مقابل الدولار أو مستوى التعادل؟ أظن أننا نتجه في هذا الاتجاه بالتأكيد إن نظرنا إلى أسعار اليورو والدولار، إنها حركة مكثفة تراجعاً بسبب عاملين مبدئياً أو جزئياً، فإن الانخفاضات في قطاع الخدمات في منطقة اليورو على مدى الأشهر الخمسة الماضية في منطقة اليورو تتجه إلى ركود المنطقة بأكملها. من جهة أخرى فقد رأينا طبعاً انخفاضاً في الدولار الأمريكي، الدولار الأمريكي لا يقع في نفس النوعية، ولكن مؤخراً كان يتصرف على أنه ملاذ آمن نظراً إلى مقارنة بباقي الأسواق المالية والطاقة. رأينا طبعاً ارتفاعاً في الدولار الأمريكي فيما يتعلق بالتعادل، فنحن ما زلنا بعيدين عن هذا الموضوع بحلول هذا الوقت العام المقبل، فإن المركزي الأوروبي واجتماعاته ربما قد يكون هناك بعض الأمور التي تصل إلى 101 أو بالتأكيد سوف تكون لحظة مهمة إن كان هناك خرق للتعادل، نظرا إلى أن المركزي الأوروبي ينظر إلى هذا الموضوع وارتفاعا محتملا في شهر سبتمبر. أظن أن التعادل قد لا يمكن تحقيقه في الأسابيع المقبلة. اليوم عندما نتحدث عن البنوك المركزية يعني التي تتجه نحو التجديد، فهي معظم البنوك المركزية حول العالم لو استثنينا ربما اليابان وتركيا، ولكن دعني أسألك، اليوم في أستراليا شهدنا رفع معدلات فائدة بخمسين نقطة أساس، وها هو الأسترالي اليوم الدولار الأسترالي فعليا هو عند أدنى مستويات أمام الدولار أيضا في عدة سنوات منذ عام 2020. بالتأكيد إنه كذلك هذا الاتجاه للدولار الأمريكي، إن نظرنا إلى الدولار الأسترالي مقارنة بالباوند أو اليورو كذلك كان أداؤه سيئا طبعا نظرا إلى 50 نقطة أساس. هذا الارتفاع من الاحتياطي الأسترالي اليوم كان إشارة واضحة، لم يكن هناك أي مفاجأة في هذه الحركة، ولكن في الأسابيع الماضية كان هناك طبعا بعض الإمكانيات أن الاحتياطي الأسترالي سوف يعلن ارتفاعا بحوالي 75 نقطة أساس في اجتماع هذا لم يقم به، ولكن يجب أن نتذكر أن هناك بعض الاتجاهات التي فاجأتنا حين البنك الفيدرالي رفع من معدلات الفائدة بحوالي 75 نقطة أساس. هذا جزء من السبب حيث أن الدولار الأسترالي خفض على الرغم من الارتفاعات في معدلات الفائدة. هناك بعض الأشخاص الذين فكروا إمكانية ارتفاع أكثر من المتوقع، وهذا لم يكن هو الحال، ولكن ما يحدث مع الدولار الأسترالي طبعا بسبب المستويات، فهناك أسعار انخفاض في أسعار النحاس عند أدنى مستوياته، وهذا أثار مخاوف الناس فيما يتعلق بصحة الاقتصاد العالمي، وهذا يثقل كاهل الدولار الأسترالي كذلك. طيب كما تعلم اليوم ديفيد نشهد تراجعات حادة في الأسواق الأسهم العالمية وخصوصا الأمريكية، تراجعات على الاس ام بي والداو حاليا بحدود 2%. في أسواق العملات الدولار الأمريكي هو الأقوى. عندما نتحدث هنا عن الملاذات الآمنة، في السابق نتحدث عن الين الفرنك السويسري، ربما الين أصبح خارج المعادلة اليوم، ولكن ماذا عن الفرنك السويسري؟ لماذا هو أضعف أمام الدولار؟ إن الأمر يتعلق بأكثر من ذلك، بأكثر من ضعف الفرنك السويسري. أولا اليورو إنه ما دون التعادل، والفرنك السويسري يقوم بأداء جيد مقارنة بالعملات السلع، والدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي والدولار الكندي، وهو جيد أمام الباوند البريطاني. بشكل عام فإن الفرنك السويسري قوي، ولكن الدولار الأمريكي هو
أقوى، هذا كل شيء واقع. أن جزء من السبب أن الفرنك السويسري طبعا قد خسر قليلا من الدولار الأمريكي، هذا لأنه مر أسابيع فقط حيث أن المصرف السويسري رفع بحوالي 50 نقطة أساس، وبالتالي هذا أثقل على كاهل العملات من سوف يتحرك مقبلا لرفع معادلة الفائدة، هل البنك الفيدرالي أم البنك السويسري؟ ولا يبدو أن البنك الفيدرالي سوف يرفع من معادلة الفائدة معظم العملات ربما باستثناء الدولار الأمريكي. وديفيد مادم محلل أسواق في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.